على رفوف هذه الصيدلية منتوج لا يتوقف ثمنه عن الارتفاع. قيمة الزيادة تعدت 20 درهما في بعض عبوات حليب الأطفال من فئة 400 جرام. في غياب البدائل تضطر الأسر إلى اقتناء المنتوج لإطعام الرضاع بما يرافق ذلك من مصارف إضافية. بالنسبة للثمن الزيادة الحالية اللي كاينة في الحليب ديال الدراري الصغار، زيادة اللي كثيرة بزاف على المواطن، سورتو الناس اللي عندهم وجود الولاد ولا أكثر ولا اللي مع المدخول ديالهم محدود، وبالتالي هاد الزيادة ديال 10 دراهم ولا 20 درهم في الحليب اللي بيان سور ما كيدوز حتى 3 جوغ بوغ اون كونتيتي ديال 400 غرام باغ اكزومبل، اللي قليلة بزاف. يعني الانسان خاصو يشري شاك سومان 2 بواط 3 بواط يلا تقدم، دونك هاد الزيادة كثيرة بزاف. والمواطن العادي اللي عنده أسرة واللي عنده بزاف المصاريف ما يمكنش يقدر انه يبقى على دواتير ديما. في دوامة مستمرة يجد الصيادلة أنفسهم لإقناع الأسر بعدم مسؤوليتهم عن الزيادات المتوالية، خاصة وأن هامش الربح مقنن من قبل الوزارة الوصية، لكن الثمن يخضع لقانون السوق ولتأثير كلفة النقل عند الاستيراد، وكذا بسبب قلة المخزون المنتجي على مستوى الشركات الدولية المصنعة. ما عندنا ما نديرو، لان ملي تيجي السيد ولا السيده باش غادي ياخذ الحليب لولده او لبنته كنقولوا له هذا الثمن، لان كيكون ديجا هو عارف قبل بشحال شراه، وكتزيد له نتايا واحد 5 دراهم او 10 دراهم. ديما ديك الساعه كيقول لك شنو هذا الشيء، واش زدتو فيه؟ دابا تيجيب له باله بان راه الصيدلاني هو اللي زاد في الثمن. بعض المرات كنضطر نوريه لا فاكتور، نقول له راه ما عندنا ما نديرو هكا، ثمن ديال الحليب جاني اليوم، وكل نهار عندنا ثمن، وبعض المرات ثمن في الصباح وثمن في العشيه، ما عمره ما كيكون بالنقصان، ديما طالع. ما عندنا ما نديرو، لان ولكن واخا هكا الناس مساكن كيضطروا باش ياخذوا ذاك الحليب، لان ما يمكنلوش يخلي ولده او بنته بلا حليب. الزيادات المتتالية في عبوات حليب الأطفال لم تستثني أي من العلامات التجارية، وقد يدفع الأمر الأسر المعوزة إلى تقديم منتوجات أقل ثمنا لأطفالها، لكن بخطورة صحية كبيرة.